أيها الإخوة المؤمنون، الدعاء والطعام والشراب. النشاط الأول الذي يمارسه الإنسان كل يوم هو أن يأكل وأن يشرب، والله سبحانه وتعالى وصف الأنبياء وهم قمم البشر بأنهم يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، لأنهم بشر، ولأن كل خصائص البشر تجري عليهم، إذن هم مفتقرون في وجودهم إلى الطعام والشراب، ومفتقرون في كسب ثمن الطعام والشراب إلى أن يمشوا في الأسواق، يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، وكل واحد منا لا بد من أن يأكل، ولا بد من أن يحصل رزقاً يشتري به الطعام والشراب. هذه سنة الله في خلقه. إذن المؤمن يأكل ويشرب، ولكن ماذا يأكل وكيف يأكل؟ هذا مما يتميز به. كل بني آدم يأكلون ويشربون، وقد قال الله عز وجل عن هؤلاء الشاردين: إن هم كالأنعام بل هم أضل سبيلا. لكن المؤمن يأكل ويشرب، إلا أنه يعلم ماذا ينبغي أن يأكل وكيف يأكل وكيف يشكر الله على أنه أكل. فالنقطة الأولى أن النبي عليه الصلاة والسلام في بعض أحاديثه يقول: اخشوشنوا وتمعددوا، اخشوشنوا وتمعددوا، فإن النعم لا تدوم. الإنسان حينما يعود نفسه على المبالغة في الاستمتاع بطيبات الحياة ثم يقل دخله لسبب أو لآخر، يرى نفسه مضطراً إلى كسب المال الحرام أو إلى ممالأة السلطان. أما إذا عود نفسه على عيش خشن أحياناً، على كميات قليلة جداً من الطعام، على طعام بسيط جداً رخيص جداً، إذا عود نفسه على هذا بقي على مبدئه: ولا تأخذه في الله لومة لائم. إذن من صفات المؤمن أنه إذا أكل طيباً يشكر الله ويحمده، وإنه إذا اضطر يمكن أن يعيش حياة خشنة جداً حفاظاً على مبادئه، لأن كلمة لا يقولها المؤمن بملء فمه. النبي عليه الصلاة والسلام رأى على سيدنا عمر بن الخطاب ثوباً يبدو أنه جميل، فقال له: يا عمر، أجديد هذا أم غسيل؟ جديد أم غسيل؟ غسيل أي ملبوس سابقا. قال: بل غسيل. فقال له داعيا: البس جديدا وعش حميدا ومت شهيدا. زينة الله عز وجل في الطعام والشراب واللباس لم تحرم على المؤمن. البس جديداً وعش حميداً ومت شهيداً، معنى ذلك أن هذه الطيبات التي خلقها الله لنا مسموح لنا أن نأخذ منها وأن نشكر الله عليها. النبي عليه الصلاة والسلام إذا أكل كان يقول، وقد وجهنا فقال: إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى في أوله، فإذا نسي أن يذكر اسم الله تعالى في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره. معنى كلمة بسم الله، بسم الله أي أنني لولا أن الله خلق هذا الطعام لما أكلته، أنا آكله باسم الله الذي خلقه.
بسم الله الذي أكرمني به، بسم الله الذي أعطاني إياه. وقد ذكرت لكم أن الإنسان مقسوم رزقه، لكن طريقة وصول هذا الرزق إليه باختياره. فكنت ذكرت مرة أن تفاحة على شجرة في بستان هي لفلان، فلان قد يأكلها سرقة لا سمح الله، وقد يأكلها ضيافة، وقد يأكلها تسولا، وقد يأكلها شراء، وقد يأكلها هدية. تنوعت الطرق في وصولها إليه بحسب اختياره واستقامته وورعه، لكن هذه التفاحة له. إذاً حينما يصبر الإنسان يأتيه الرزق الحلال. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن روح القدس نفثت في روعي أن نفساً لن تموت حتى تستوفي رزقها. فاتقوا الله عباد الله، وأجملوا في الطلب، واستجملوا مهنكم. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى في أوله، فإذا نسي أن يذكر اسم الله تعالى في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره. وفي حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام: من شمائله أنه إذا أكل يقول: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. يعني ما قيمة المال إن لم يكن هناك طعام تأكله؟ والناس يتوهمون أنهم يدفعون ثمن طعامهم، لا، إنهم يدفعون ثمن خدمات حفت بطعامهم. يعني التفاحة لا يمكن لبشر أن يصنعها، تدفع أنت ثمن الخدمات التي رافقت هذه الفاكهة، تدفع ثمن الخدمات. أما الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى ليرضى عن العبد، يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها. هناك أناس لا يستطيعون أن يأكلوا، يأتيهم الغذاء على شكل سائل يحقن في أوردتهم. النبي عليه الصلاة والسلام من أدعيته أنه إذا خرج من الخلاء يقول: الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى في قوته وأذهب عني أذى. هذا علم، ذاق طعم الطعام وبقيت في جسمه المواد المغذية المرممة، المواد التي تنقلب إلى طاقة. أما الفضلات خرجت بيسر وسلام. الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى في قوته وأذهب عني أذى. أيها الإخوة، من أدعية النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم أطعمت وسقيت وأغنيت وأقنيت. ألا ترون أن البواخر حينما تغرق ويركب بعض الركاب في قوارب النجاة أن معظمهم يموت عطشا وهو على البحر؟ لو أن الماء كان أجاجا ماذا نفعل؟ من الذي جعل هذا الماء العذب الفرات في الينابيع والأنهار؟ يموت الإنسان في البحر عطشا، البحر كله ماء، من جعله عذبا فراتا وجعل البحر ملحا أجاجا؟ أحيانا الشيء المألوف قد لا ننتبه إليه. شجرة، معمل صامت بلا ضجيج وبلا صوت يحمل هذه الفاكهة اليانعة. الفاكهة حجمها مناسب، طعمها طيب،
رائحتها زكية، قوامها يتناسب مع أسنانك، كل ما في الفاكهة متناسب مع جسمك، محببة مرغوبة. من جعل هذا الطعام طيبا؟ لو أن الطعام الذي يقوي أجسادنا مر أو لا يستساغ ماذا نفعل؟ الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. وفي الدعاء الثاني: اللهم أطعمت وسقيت وأغنيت وأقنيت وهديت وأحييت فلك الحمد على ما أعطيت. أطعمت وسقيت، يعني أذكر مرة أن أحد الإخوة الكرام توفاه الله عز وجل بفشل كلوي، فكان يذهب كل أسبوع إلى المستشفى ليغسل دمه. مرة عنفته الممرضة وقالت له: لا تشرب هذا الأسبوع ماء، الآلة معطلة. تركت هذه الملاحظة في ذهني انطباعاً أن الإنسان حينما يشرب إذا عطش هذه نعمة لا يعرفها إلا من فقدها، تشرب إذا عطشت، أما هذا ممنوع أن يشرب لأن الآلة معطلة. هذه الكلوة التي في جسم الإنسان حجمها بحجم قبضة اليد، لا صوت لها ولا عبء في حملها، أما جهاز التنقية يزيد عن حجم هذه الطاولة، وينبغي أن تستلقي 6 ساعات كي يغسل الدم، والمبلغ كبير. فالذي أطعمنا وسقانا وسهل خروج الفضلات وخروج الماء الذي يحمل حمض البول ونتائج الاستقلاب في الجسم، هذا من نعم الله الكبرى. اللهم أطعمت وسقيت وأغنيت وأقنيت وهديت وأحييت فلك الحمد على ما أعطيت. وفي دعاء آخر يقول عليه الصلاة والسلام عقب تناول الطعام: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة. النتاج الزراعي أحياناً يكون سعره رخيص جداً، مبذول فيه جهود كبيرة جداً، جهود علمية وجهود التسميد وجهود التهوية والتدفئة، وأنت لا تدري تأكل هذه الحاجة أو هذه الفاكهة أو أنواع الخضروات بسعر معتدل جداً بسبب كثرة الإنتاج. وقد ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الله هو المسعر. وفي دعاء آخر: الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا. يعني لما خليفة طلب كأس ماء فقال له من حوله: يا أمير المؤمنين، بكم تشتري هذا الكأس إذا منع منك؟ قال: بنصف ملكي. قال: فإذا منع إخراجه؟ قال: بنصف ملكي الآخر. الذين عندهم احتباس في البول يعلمون هذه النعمة التي أنعم الله بها على عباده، أن هذا الماء تشربه وجعل الله له مخرجا. وفي دعاء آخر: الحمد لله الذي من علينا وهدانا والذي أشبعنا وأروانا وكل الإحسان آتانا. من علينا وهدانا والذي أشبعنا وأروانا، معنى ذلك أن نعمة الهدى لا تعدلها نعمة، النعمة الأولى نعمة الهدى، والنعمة الثانية نعمة الصحة، والنعمة الثالثة نعمة الكفاية. ومن أصبح آمناً في سربه معافاً في جسمه عنده قوت يومه فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها. 3 نعم لا تعدلها نعم. ملك سأل وزيره: من الملك؟ والملك جبار. قال: أنت. هل هناك ملك آخر؟
قال لا، الملك رجل لا نعرفه ولا يعرفنا، له بيت يؤويه وزوجة ترضيه ورزق يكفيه، إنه إن عرفنا جهد في استرضائنا وإن عرفناه جهدنا في إذلاله. فالإنسان الذي أنعم الله عليه بنعمة الهدى، وأنعم الله عليه بنعمة الصحة، وأنعم الله عليه بنعمة الكفاية فقط، فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها. كان عليه الصلاة والسلام إذا دخل بيته فلم يجد شيئاً يأكله يقول فإني صائم، يعني إن كان في طعام يأكل ويشكر، إن لم يكن هناك طعام يصبر فإني صائم. وقد قدم له خل مرة فقال نعم الإدام الخل، قد قال هذا لعل سبب هذا الحديث جبراً لهذا الأخ الذي قدم له خلاً فقط، ثم اكتشف أن في الخل فوائد لا يعلمها إلا الله، يعني الخل له خصائص في إذابة الشحوم وفي تنقية الأوعية لا يعلمها إلا الله. ففهم الحديث على معنى آخر، أن الخل مادة أساسية في غذائنا. والحديث الآن عن خل التفاح لا يصدق، عن فوائد خل التفاح. فالإنسان حينما يعني يأكل أو يشرب خلاً من حين إلى آخر، وقد علمت أن كأس شاي من خل التفاح يعيد للجسم حيويته ونشاطه، ويعمل على انتظام عمل الغدد الصماء، وهي من أخطر أجهزة الجسم. إذا نعم الإدام الخل، قالها تواضعاً وقالها جبراً وقالها علماً. الآن هذا الطعام إذا خرج، كان عليه الصلاة والسلام يقول غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. يعني هل تصدقون أن إنساناً أصيب بشلل في مستقيمه ماذا يعمل كي يخرج هذا الأذى؟ شيء لا يصدق، آلام لا تحتمل، جهود مستقذرة لا تقبل، لو أن هذا المستقيم أصابه الشلل. هناك أمراض تجعل حياة الإنسان جحيماً. الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، والدعاء الذي ذكرته في مقدمة الدرس، الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى في قوته وأذهب عني أذى. أيها الإخوة، هذه الأدعية الحقيقة أن الإنسان إذا دعاها هو موصول بالله عز وجل، هذا معنى قول الله عز وجل والذين هم على صلاتهم دائمون. يعني جلست إلى الطعام، هناك من يشتهي أن يأكل، هناك من يأكل أكلاً لا يقيم أوده، والحديث عن ألوان الفقر في العالم حديث غني جداً بتفاصيل مذهلة يتفطر لها القلب. فإذا وجد أحدنا ما يأكل فهذه نعمة كبرى، ويجب أن يشكر الله عليها، وأن يعلم أن الله سمح له أن يأكل، أعطاه أجهزة تسوغ له أن يأكل، أعطاه أجهزة تطرح عنه الفضلات، أعطاه مالاً يشتري به الطعام. إذاً المؤمن مكرم من كل الجهات، لكنه يأكل ليعيش لا يعيش ليأكل، وهذا الفرق الكبير بين المؤمن وغير المؤمن، هو يأكل ليعيش بينما غير المؤمن يعيش ليأكل. أما إذا ارتقى المؤمن هو يعيش ليعرف الله، هناك من يعيش ليأكل هذا مستوى بهيمي، وهناك من يأكل ليعيش،
وهناك من يعيش لمعرفة الله عز وجل، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.